الماني، الارجون، المصاري، الفلوس، كلها اسماء كتير لورق البنكنوت اللي للاسف محدش فينا يقدر يعيش من غيره. بس في ناس عايشين عشان الفلوس، وفي ناس عايشين بالفلوس. عشان كده كان لازم نعرف ايه هي علاقه النجوم بالفلوس. نيكول سابا، هل الملايين التي تمتلكها اليوم نيكول سابا هي فقط من جراء أعمالها الفنية والسينمائية في مصر؟ مين قال لك أنه بملك ملايين؟ ما بملك ملايين أنا. قد إيه بتمتلكي؟ لا مش ملايين، هيدا أشياء خاصة بس مش ملايين يعني. طيب، وحتى لو عندك ملايين يا نيكول مش عيب على فكرة. الأهم هو هل الفلوس دي ممكن تشتري السعادة وراحة البال؟ أنا أبعد إنسان ممكن تشوفيه بالماديات، يعني أنا مش عشان أكون سعيدة محتاجة فلوس كتير وعربيات كتير وقلميس كتير، أنا يعني أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا طبعاً، أنا الثروة، أنا هيدي الثروة اللي هي بعمل شو ما كان، بجيب ملاية مع فوطة مع وردة، بعملهم بعمل مشهد، بحط موسيقى، بس يعني على طول I left myself. بتعيشي طفولتك؟ بعيش الحياة وأكثر من الحياة، عايزة تتبسطي بكل لحظة. أيوة، ومش عايزة تكون سعادتي مرتبطة بأي حاجة مادية، لأن الحاجات المادية زي ما والدي الله يطول لي بعمره قال لي بتزول. فأنا ممكن أكون سعيدة لو أنا بس فتحت عيني وقلت الحمد لله أنا عايشة. وأنا مش عارف ألاميز دي جمع ألماز، بس يعني مش موضوعنا دلوقت. لكن الناس اللي مش فارق معاهم الفلوس غالبا بيبقوا أجدع ناس يضيعوا ويخسروا فلوس. دخلت بزنس مع حد وسرقني؟ ده حقيقي حصل؟ يمكن ما كان لقالي هالشي يعني. هلا دلوقتي اقولك بص، بس تعالي بكره نعمل مستشفى. طب احنا ما بنفهمش في الطب، هنعمل مستشفى ازاي؟ يلا معلش فداك يا رزان، الفلوس بتروح وتيجي، لكن المهم اللي بيعمل الفلوس نفسه. الست ساعات ما بيكونش معاها فلوس، في اللحظه دي تتصرف ازاي؟ تجتهد. تعمل ايه؟ بصي، احنا مخلوقين مش مسلوبين الإرادة. أنا عمري ما حسيت أنه ربنا خلق الإنسان مسلوب الإرادة. ربنا خلق الإنسان عنده الإرادة وعنده الاختيارات، هيستغلهم ولا لأ دي حاجة رجعله هو. لكن يقدر؟ يقدر. تقدر؟ تقدر. كون إنها ما بتعملش أو كون هو ما بيعملش، ده اختيار، يمكن اختاروا الأسهل. مرت عليكي ظروف زي كده أو لحظات زي كده؟ طبعاً، ما فيش حد. بصي، الفلوس دي بتروح بتيجي أصلها. يعني عدت عليا طبعا اوقات كان في ضائقات ماديه، واوقات لا ما فيش ضائقات ماديه اطلاقا، بس لما كان بيعدي ضائقه ماديه كنت بقعد اعيط. امال السمعه دي سببها ايه؟ وايه اللي يثبت لنا ان في حد مش فارق معاه الفلوس قوي كده؟ انا حقيقي لو دور عجبني بجد، وعارفه انا عملت افلام قصيره، حر جاف صيفا، افلام اصلا معروف ان هي بتبقى له بادجت، فمش مهم عندك الاجر خالص. بس على فكره حب الفلوس مش عيب، ده ربنا قال وتحبون المال حبا جما، بس يمكن في ناس بتزودها شويه في الموضوع ده. انت ماديه نوعا ما؟ لما بعمل عقود حتى خارج التمثيل، انا بعمل حاجات بزنس تاني، تجاره، استيراد وتصدير وحاجات زي كده. بعرف ازاي ابقى مستميت على عقودي، ابقى مصرفه جدا في الحياه، بس لما بيجي على جنيه في العقد ما ده حقي. حتى لو افترضنا ان حد مادي في الشغل وبس، هل معنى كده انه مش شرط يكون مادي في حياته العاديه؟ طب انت ممكن تتجوزي علشان مصلحه؟ لو حب وفيها مصلحه واي نوت، واي نوت. لو حب لو موجود. طب لو ما فيش حب وفي مصلحه بس؟ لا صعب، جات كتير فرص يعني زمان من انا صغيره وكنت مش راكزه زي دلوقتي. طب ده رايي في ريال يوسف. خلينا نسال نجمتنا عن فكره العريس المش مليونير، يمكن نقدر نفتح باب الامل قدام شبابنا المكافح. حلو ان اتنين يبداوا من الصفر ويبداوا مع بعض كل حاجه. بصي، طالما في حب وفي تفاهم كل حاجة بتعدي، وحلو الإحساس ان انت بتبني كل حاجة مع بعض وانتوا بتتعبوا في كل حاجة بتجيبوها. كلام سهل يا جماعة، لكن المهم التطبيق. هل اي نجمة ممكن تقبل بزوج عادي وما يبقاش مليونير؟ يعني لو جه حد دلوقتي اقل منك مستوى وراجل وحبتيه وقال لك انا ما معيش فلوس ابدا حياتي، هتقبلي ان انت اللي تفتحي البيت وتصرفي عليه لمجرد ان انت بتحبيه؟ ما هو شوفي انت قلتي ايه، هو ممكن يقولي انا معيشه افتح بيت، بس في نفس الوقت هيشيل مسؤوليه
وهو راجل وبيشتغل وبيتعب، مش قاعد وبيقول لي انا معيش افتح بيت. لا يعني بيفرق في حاجات وصوت حاجات يعني. طب افرضي جه قال لك انا ما بيشتغلش، هتقبلي؟ لا. برافو يا داليا، مش المهم يكون غني بس المهم يكون بيشتغل. ومن وجهة نظري الأهم من كل ده ما يكونش بيشتغلك. ماذا لو حبيتي شخص وما كانش معاه فلوس وانت اللي هتصرفي عليه؟ هتتصرفي ازاي؟ ما انا اوريدي اتصرفت، اديت الفلوس اللي معايا يعني، تطوعت وعملت كده. رجالة اخر زمن. بس على فكرة مش كل الرجالة كده في الفلوس. عمري في حياتي انا مريت بصعوبات ما كانش الفلوس تعني لي شيء، ولحد هذه اللحظة الحمد لله ما كانتش تعني لي شيء، لان الصعوبات اللي مريت بيها اكتر من ان الفلوس تعني لك شيء. هي الفلوس مش كل حاجة، بس برضو ما يمنعش انها مهمة وبتنفع، بدل ما الواحد يضطر ياخد قروض ينفذ بيها احلامه. مش هتعرف تلاقي لي حاجه تعجبني. انت رهنت شقتك فعلا عشان تنتجي فين؟ مش رهنتها، خدت سلفه من البنك بضمان الشقه. ما هو لازم ضمان. فضمان بديهم عقد الشقه لو حصل حاجه ان انا ما دفعتش يعني. هو لازم في حاجه تبقى ضمان. أيه. بس لكن انا ما بعتش الشقه يعني خلاص، وبعدين هبيع الفيلم واديهم الفلوس وبيقسطوا. طب انت سددت الفلوس ولا لا؟ فاضل الجزء صغير. سددت الفلوس دي ولا لا؟ فاضل جزء صغير. خلاص ايه الفضايح دي؟ تحب اساعدك؟ هتلم عليا ولا ايه؟ لم فلوس عليا؟ إيه؟ هتشحت عليا؟ معلش ولا يهمك. وبعدين الانتاج الفني كله في ازمه، ولما العمليه مقشفره كده ومن الناس بيقروا على اجور النجوم ليه وفاكرينهم غرقانين في العسل وبيكسبوا احسن من اي شغلانه تانية. يعني انا لو كنت اشتغلت في بنك ما كنتش هاخد اللي باخده دلوقتي طبعا. فانا بكسب كويس والحمد لله، عايشه كويس، ومن قبل ما اشتغل انا عايشه كويس، مش بنفس الـ يعني ما عنديش فلوس بنفس يعني مصروفي ما كانش زي ما باخد من شغلي اكيد يعني. يعني لو بشتري مثلا شنطتين كل سنه بابايا الله يرحمه كان بيجيبهم لي، دلوقتي لا، ممكن اشتري 5 شنط لان انا بطلع في كذا حاجه وعندي فلوس اشتريهم، انا مش محتاجه حد يجيب لي حاجه. ربنا يزيدي كزينه، بس برضو البحر يحب الزياده طالما كل واحد بيدفع اللي عليه. طبعا انا بدفع اللي عليا، وما عنديش، انا ما بتهربش من الضرايب، وان انا كل شغلي فوق يعني حر وقدام الناس، ما عنديش حاجه مستخبيه عشان اهرب من الضرايب، وبدفع اللي عليا وبكسب وبدفع اللي عليا وخلاص. جدع فوفة. ايوه كده، وكله عارف انت بتعملي خير قد ايه. ما بحسش بالغلابه، لا انا غلبانه زيهم. ده انا اكتر واحده بحس بالغلابه عشان انا غلبانه زيهم. المثل بيقول اللي فيها لله ما بتغرقش. احمدي ربنا ان محدش عمره قال انك بتغري تمويلات ولا حركات. والكلام اياه ده كلام اللي هنشوفه بعد الفاصل.